Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 7. kitabın 6. ünitesinin 5. dersini yapıyoruz. Burada bir metnimiz var. Katlurrahim ile ilgili. Katlurrahim yani ötenazi ile ilgili bir metin. Öncelikle metnimizi bir dinleyelim. Ondan sonra onu anlamaya çalışacağız. Hazırsanız metnimizi dinliyoruz. تفضلوا استمع واقرأ عندما صدر قانون القتل الرحيم في هولندا ثارت عاصفة من الرد والنقد والتساؤلات هل يمكن أن تكون طلقة الرحمة حلا للأمراض المستعصية والشيخوخة؟ هل يمكن أن يكون التخلص من الحياة أمرا قابلا للتنفيذ؟ وهل تسمح الأديان بالتفكير في ذلك؟ الموت الرحيم هو استجابة الطبيب المعالج لرغبة مريضه بإنهاء حياته نتيجة لمعاناة هذا المريض من آلام شديدة ميؤوس من شفائها ولكن هذا مرفوض في الأديان فهي تحرم ذلك وتعتبره جريمة قتل وإن الله هو الذي يهب الحياة وهو الذي يأخذها أما القوانين الدولية فهي تمنع ذلك أيضا وتفرض عقوبة على من يفعل ذلك والبلدان الوحيدة التي سمحت بذلك هي هولندا وبلجيكا وولاية أوريغون في الولايات المتحدة وهناك بعض الدول ما زالت تدرس هذا القانون مثل أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وغيرها فالناس في العالم انقسموا إلى فريقين الفريق الأول أيد هذا القانون وقال إنه قانون إنساني وذلك لتخليص المريض من آلامه المستعصية التي تتفاقم يوما بعد يوم الفريق الثاني عارض هذا القانون بشدة واعتبر أن الطبيب الذي يقوم بذلك إنسان غير أخلاقي إذ إن مهمة الطبيب هي إعطاء الدواء وتخفيف الألم لا قتل المريض ثم إن هناك أسئلة مهمة نستمر من هنا من سيقرر ضرورة الموت الرحيم؟ هل يتمتع المريض بملكاته العقلية كاملة حتى يتخذ مثل هذا القرار؟ إن التقدم العلمي يعطي آمالا كبيرة بالقضاء على الأمراض الميؤوس منها فهل نحرم إنسانا من حياته لأننا نظن أن شفاءه مستحيل؟ فالعلم لا يعترف بالمستحيل والمرض الميؤوس منه اليوم قد يصبح علاجه سهلا في الغد نعم والمرض الميؤوس منه اليوم قد يصبح علاجه سهلا في الغد الآن نستمع ونقرأ مع بعض evet, bir cümle dinliyoruz ve sonra beraberce okuyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Yalla. عندما صدر قانون القتل الرحيم في هولندا سارت عاصفة من الرد والنقد والتساؤلات هل يمكن أن تكون طلقة الرحمة حلا للأمراض المستعصية والشيخوخة؟ نعم أنتم عندما صدر قانون قتل الرحيم في هولندا ثارت عاصفة من الرد والنقد والتساؤلات هل يمكن أن تكون طلقة الرحمة حلا للأمراض المستعصية والشيخوخة؟ نعم هل يمكن أن يكون التخلص من الحياة أمرا قابلا للتنفيذ؟ وهل تسمح الأديان بالتفكير في ذلك؟ نعم أنتم من هنا هل يمكن أن يكون التخلص من الحياة أمرا قابلا للتنفيذ؟ وهل تسمح الأديان بالتفكير في ذلك؟ نعم الموت الرحيم الموت الرحيم هو استجابة الطبيب المعالج لرغبة مريضه بإنهاء حياته نتيجة لمعاناة هذا المريض من آلام شديدة ميؤوس من شفائها نعم أنتم الموت الرحيم هو استجابة الطبيب المعالج لرغبة مريضه بإنهاء حياته نتيجة لمعاناة هذا المريض من آلام شديدة ميؤوس من شفائها ولكن هذا مرفوض في الأديان فهي تحرم ذلك وتعتبره جريمة قتل وإن الله هو الذي يهب الحياة وهو الذي يأخذها نعم أنتم ولكن هذا مرفوض في الأديان السماوية مرفوض في الأديان عفوا فهي تحرم ذلك
وتعتبره جريمة قتل، وإن الله هو الذي يهب الحياة وهو الذي يأخذها. أما القوانين الدولية فهي تمنع ذلك أيضا وتفرض عقوبة على من يفعل ذلك، والبلدان الوحيدة التي سمحت بذلك هي هولندا وبلجيكا وولاية أوريغون في الولايات المتحدة. نعم، من هنا أما القوانين الدولية فهي تمنع ذلك أيضا فتفرض عقوبة على من يفعل ذلك، والبلدان الوحيدة التي سمحت بذلك هي هولندا وبلجيكا وولاية أوريغون في الولايات المتحدة. وهناك بعض الدول ما زالت تدرس هذا القانون، مثل أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وغيرها. فالناس في العالم انقسموا إلى فريقين. نعم، أنتم، وهناك بعض الدول ما زالت تدرس هذا القانون، مثل أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وغيرها. فالناس في العالم انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول ما زال. الفريق الأول أيد هذا القانون وقال إنه قانون إنساني، وذلك لتخليص المريض من آلامه المستعصية التي تتفاقم يوما بعد يوم. نعم أنتم، الفريق الأول أيد هذا القانون وقال إنه قانون إنساني، وذلك لتخليص المريض من آلامه المستعصية التي تتفاقم يوما بعد يوم. الفريق الثاني عارض هذا القانون بشدة، واعتبر أن الطبيب الذي يقوم بذلك إنسان غير أخلاقي، إذ إن مهمة الطبيب هي إعطاء الدواء وتخفيف الألم لا قتل المريض. ثم إن هناك أسئلة مهمة. نعم أنتم، الفريق الثاني عارض هذا القانون بشدة، واعتبر أن الطبيب الذي يقوم بذلك إنسان غير أخلاقي، إذ إن مهمة الطبيب هي إعطاء الدواء وتخفيف الألم لا قتل المريض. ثم إن هناك أسئلة مهمة. من سيقرر ضرورة الموت الرحيم؟ هل يتمتع المريض بملكاته العقلية كاملة حتى يتخذ مثل هذا القرار؟ أنتم، من سيقرر ضرورة الموت الرحيم؟ هل يتمتع المريض بملكاته العقلية كاملة حتى يتخذ مثل هذا القرار؟ نعم، إن التقدم العلمي يعطي آمالاً كبيرة بالقضاء على الأمراض الميؤوس منها، فهل نحرم إنساناً من حياته لأننا نظن أن شفاءه مستحيل؟ نعم أنتم، إن التقدم العلمي يعطي آمالاً كبيرة بالقضاء على الأمراض الميؤوس منها، فهل نحرم إنساناً من حياته لأننا نظن أن شفاءه مستحيل؟ نعم، فالعلم لا يعترف بالمستحيل، والمرض الميؤوس منه اليوم قد يصبح علاجه سهلا في الغد. نعم أنتم، فالعلم لا يعترف بالمستحيل، والمرض الميؤوس منه اليوم قد يصبح علاجه سهلا في الغد. نعم أنتم، فالعلم لا يعترف بالمستحيل، والمرض الميؤوس منه اليوم قد يصبح علاجه سهلا في الغد. الآن نتحدث عن قتل الرحيم بشكل عام، بعد ذلك نقرأ هذا النص ونحاول أن نفهم. طبعا نتحدث أولا عن تعريف قتل الرحيم. طبعا يعرف القتل الرحيم أيضا يعني مثلا بقتل الرحمة أو طلقة الرحمة أو الموت الرحيم،
كل هذه الأسماء المستخدمة. وهو طبعا قطر الرحيم هو فعل وممارسة تؤدي للحد من آلام الأشخاص الذين يعانون من مرض مؤلم وغير غابل للشفاء. من هؤلاء الأشخاص؟ الأشخاص الذين يعانون من مرض مؤلم، مؤلم شديد وغير غابل للشفاء، لا يقبل الشفاء. ميؤو هذه الأمراض المستعصية من شفائها. أو هذا يعني هؤلاء الأشخاص يعانون من عجز في الجسد، مثلا منع العلاج عن المريض مما يؤدي إلى موته هكذا. قد يقرر الطبيب الذي يعالج المريض في حال معاناة المريض الشديدة بشكل قانوني عدم إطالة أمد الحياة، كما أن الطبيب يعطي بعض الأدوية المخدرة التي تخفف عنه الألم، الأمر الذي يؤدي إلى تقصير حياته. نعم، يعني طبعا لا يوجد حكم محدد للقتل الرحيم في معظم النظم القانونية، في معظم الأنظمة القانونية، حيث إنه يعني يعتبر إن القتل الرحيم يعتبر قتلا، يعتبر قتلا متى؟ إذا قام به شخص آخر. نعم، إذا قام به شخص آخر هذا الشيء يعتبر قتلا، أو يعتبر انتحارا متى؟ إذا قام به المريض نفسه، هذا يسمى انتحارا. أما يعني في أواخر القرن العشرين كانت لعدة دول أوروبية كانت أحكام خاصة في قوانينها الجنائية. نعم، كانت أحكام خاصة في قوانينها الجنائية، الأمر الذي أدى إلى إصدار أحكام متسائلة، والنظر أيضا في المحاكمات المتعلقة بتهمة قتل الرحيم أيضا. هناك أيضا تصنيفات لقتل الرحيم، مثلا نتحدث عن من التصنيفات لقتل الرحيم، التصنيفات قتل الرحيم، مثلا من تصنيفات قتل الرحيم هو القتل الرحيم الطوعي، متطوع، يكون المريض متطوعا. يعني أجريت الموافقة على القتل الرحيم في عام 2009، حيث كان القتل الرحيم قانونيا، مثلا في هولندا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ وولاية أريزون في الولايات المتحدة. هذه الدول هناك في هذه الدول قانونيا القتل الرحيم، وأيضا واشنطن يقال هنا هكذا. هذا الأول، القتل الرحيم الطوعي. ثانيا، القتل الرحيم غير الطوعي. غير الطوعي كيف يكون هذا؟ كيف يتم؟ يتم القتل الرحيم دون موافقة. كيف؟ يعني حيث يتخذ هذا القرار من شخص آخر، ليس من مريض، ليس من طرف المريض. المريض لا يستطيع أن يتخذ هذا القرار، لذلك يتخذ هذا القرار من شخص آخر. وذلك لماذا يكون هكذا؟ لأن المريض غير قادر على القيام بذلك بنفسه، لذلك يتخذ هذا القرار من شخص آخر، وهذا يسمى القتل الرحيم غير الطوعي. القتل الرحيم الطوعي يتخذ هذا القرار المريض بنفسه، غير الطوعي يعني يتخذ هذا القرار من شخص آخر هكذا. الآن نقرأ هذا النص ونحاول أن نفهمه. عندما صدر قانون القتل الرحيم في هولندا، ثارت عاصفة من الرد والنقد والتساؤلات. طبعا عندما صدر هذا القانون، قانون القتل الرحيم، إنما كان قتل الرحيم قانونيا، يؤدي إلى عاصفة من الرد والنقد والتساؤلات. ثارت عاصفة يعني من الرد والنقد والتساؤلات، يعني هذا الموضوع يثير جدلا كبيرا، يثير جدالا كبيرا
يثير المناقشات والنقاش كثيرا. مثلا هذه الأسئلة، يعني هل يمكن أن تكون طلقة الرحمة حلا للأمراض المستعصية والشيخوخة؟ سؤال، يعني هل يمكن أن تكون طلقة الرحمة؟ طلقة الرحمة بمعنى يعني القتل الرحيم، الموت الرحيم، طلقة الرحمة، القتل الرحيم، كلها بنفس المعنى يعني. يعني هل يمكن، هذا سؤال مثلا، هل يمكن أن تكون طلقة الرحمة حلا للأمراض المستعصية والشيخوخة؟ يعني هل القتل الرحيم يعني حلا للأمراض المستعصية والشيخوخة؟ الأمراض المستعصية يعني الأمراض التي علاجها صعب، مرض مستعص بمعنى علاجه صعب، المرض مرض علاجه صعب، نسميه الأمراض المستعصية. والشيخوخة أيضا علاجه صعب أو مستحيل هكذا. يعني هل هذا القتل الرحيم يعني حلا لهذه الأمراض والشيخوخة؟ وسؤال آخر، يعني هل يمكن أن يكون التخلص من الحياة أمرا قابلا للتنفيذ؟ يعني التخلص من الحياة، يعني القتل الشخص، يعني هذا هل يمكن أن يكون أمرا قابلا للتنفيذ؟ هذا الأمر يعني هل يمكن أن ينفذ تنفيذه؟ هل يمكن تنفيذه؟ يعني هذا سؤال آخر. سؤال آخر، وهل تسمح الأديان الأديان السماوية وغير السماوية؟ نعم، الأديان السماوية أو الأديان البشرية، يعني لا توجد فرق. هل تسمح الأديان بالتفكير في ذلك؟ هل تسمح الأديان بقتل الرحيم؟ يعني هذا سؤال أيضا. يعني كل هذه الأسئلة طبعا تثير جدلا، تثير جدلا كبيرا، تثير المناقشات كثيرا، يعني عندما صدر القانون قتل الرحيم أول مرة طبعا في هولندا، يعني هكذا. طبعا هناك جدال كثير، نقاش كثير في هذا الموضوع، هناك الأسئلة طبعا تثير الجدل أيضا. الموت الرحيم، ما هو الموت الرحيم؟ هنا يعرف الموت الرحيم ما هو؟ هو استجابة الطبيب المعالج لرغبة مريضه بإنهاء حياته نتيجة لمعاناة هذا المريض من آلام شديدة ميؤوس من شفائها. ما هو؟ هو استجابة الطبيب المعالج، المعالج لرغبة مريضه بإنهاء حياته. نعم، الطبيب المعالج يستجيب، يستجيب لمن؟ لطلب المريض، لطلب المريض. هذا المريض طبعا يريد أن ينهي حياته، هو يرغب بإنهاء حياته ويطلب من الطبيب. يعني لماذا؟ نتيجة لمعاناة هذا المريض، نتيجة لمعاناة مرضه، يعني ويعاني من هذا المرض الميؤوس من شفائه كثيرا. طبعا يعاني من آلام شديدة ميؤوس من شفائها، لذلك هو يرغب بإنهاء حياته ويطلب من الطبيب المعالج. نعم، طبعا هو يطلب من الطبيب، ولكن للطبيب هذا هل يمكن؟ يعني طبعا هذا يعني القتل الرحيم مرفوض في الأديان، هذا مرفوض في الأديان، الأديان لا تقبل ذلك أبدا. فهي يعني الأديان، خاصة الأديان السماوية، تحرم ذلك، والأديان تعتبره جريمة قتل، والأديان تعتبره جريمة قتل. فيقولون يعني إن الله هو الذي يهب الحياة، من يهب الحياة؟ هو الله، الله هو الذي يهب الحياة، من يأخذ؟ وهو الذي، وهو الله الذي يأخذ هذه الحياة، الحياة إن الله يهبها وأن الله يأخذها الحياة، هكذا يقولون، هكذا هم يعترضون، يعارضون ذلك كثيرا. طبعا أما القوانين الدولية، القوانين الدولية فهي تمنع أيضا، وإذا يعني مثل الأديان السماوية، القوانين الدولية تمنع ذلك، تمنع القتل الرحيم أيضا. يعني غالبا يعني أكثر القوانين الدولية تمنع ذلك،
فتفرض عقوبة على من يفعل ذلك. نعم، القوانين الدولية أيضا يعني تفرض عقوبة على من يفعل ذلك، يعاقب على من يفعل ذلك، على من يفعل قتل الرحم يعني، القوانين الدولية ده. والبلدان الوحيدة التي سمحت بذلك هي، يعني البلدان الوحيدة، طبعا بعض الدول القليلة يعني تسمح بذلك، ما هي هذه الدول؟ هذه الدول مثلا هولندا وبلجيكا وولاية أريزون في الولايات المتحدة، وأيضا وسويسرا وولاية واشنطن، أيضا يقال هذه الدول أو الولايات تسمح بذلك يقال. طبعا هناك بعض الدول ما زالت تدرس هذا القانون، بعض الدول ما زالت تدرس تبحث عن هذا الموضوع، مثل أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وغيرها، هذه الدول ما زالت تدرس وتبحث عن هذا الموضوع. فالناس في العالم انقسموا إلى فريقين في هذا الموضوع، في قتل الرحم الناس انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول طبعا هم مؤيدون، الفريق الأول هم يؤيدون هذا القانون، والفريق الثاني هم يعارضون هذا القانون. الفريق الأول طبعا أيد هذا القانون، يؤيدون يدافعون عن هذا القانون، ويقولون يعني إنه قانون إنساني، كيف يكون هذا قانون إنسان؟ هم يقولون ذلك يعني لتخليص المريض من آلامه المستعصية التي تتفاقم يوما بعد يوم. هذا قانون إنسان، لماذا؟ لأن يعني القتل الرحيم يخلص المريض من آلامه المستعصية، المستعصية يعني ميؤوس من شفائها، يعني لا أمل في شفائها، لا أمل في شفائها، لذلك نسمى مستعصية ميؤوس من شفائها، والتي وهذه الآلام تتفاقم يوما بعد يوم، كل يوم تتفاقم، تتفاقم بمعنى يعني تتزايد أو تشتد يوما بعد يوم، تشتد وتتضخم، تتزايد وتتفاخم، تضخم، تتفاقم يوما بعد يوم هذه الآلام المستعصية والشديدة. لذلك يقولون هذا قانون إنساني، يقولون الفريق الأول. ولكن الفريق الثاني هم يعارضون هذا القانون، الفريق الثاني هم يعارضون هذا القانون، ويعارضون بالشدة، يعارضون هذا القانون بالشدة. واعتبر الفريق الثاني، اعتبر أن الطبيب الذي يقوم بذلك إنسان غير أخلاقي. أما الفريق الثاني يعتبر الطبيب الذي يفعل بذلك هو طبيب غير أخلاقي، ليس طبيب، هو إنسان غير أخلاقي. لماذا؟ إذ إن مهمة الطبيب، إذ إن يعني وظيفة الطبيب هي يعني إعطاء الدواء وتخفيف الألم، لا قتل المريض. مهمة الطبيب ما هو؟ هو إعطاء الدواء وتخفيف الألم في المريض يعني، ولكن هو يقتل يعني، هذا ليس معقولا يعني، هم يقولون هكذا. ثم هم يقولون أيضا إن هناك أسئلة مهمة، هناك أسئلة مهمة في هذا الموضوع، من سيقرر ضرورة ذلك؟ من سيقرر ضرورة الموت الرحيم؟ من سيقرر؟ المريض يعني يستطيع أن يقرر ذلك يعني؟ يقول هل يتمتع المريض بملكاته العقلية كاملة حتى يتخذ مثل هذا القرار يعني؟ المريض هل يتمتع يعني، هل هو يعني يستطيع أن يسيطر على ملكاته العقلية عندما أراد أن يقرر في هذا الموضوع، هذا الموضوع المهم يعني، هل يستطيع أن يتخذ مثل هذا القرار يعني؟ هل يتمتع، هل يستعمل بملكاته العقلية، هل يستطيع أن يسيطر على ملكاته العقلية هذا المريض حتى يتخذ مثل هذا القرار المهم؟ نعم، هذا سؤال يعني. ويقولون أيضا إن التقدم العلمي يعطي آمالا كبيرة بالقضاء على الأمراض الميؤوس منها،
التقدم العلمي العلم يتقدم يوما بعد يوم ويعطي آمالا كبيرة بالقضاء على الأمراض الميؤوس منها. فهل نحرم إنسانا من حياته لأننا نظن أن شفاءه مستحيل؟ نحن نظن أن شفاءه مستحيل، من أين نعرف يعني؟ ربما هذا الشفاء ممكن، نحن نظن هكذا، ربما نحن لا نعرف يعني بسبب ظننا يعني. هل نستطيع أن نحرم إنسانا من حياته يعني؟ هل نستطيع أن نقتل إنسانا يعني؟ لأننا نظن أن شفاءه مستحيل، هذا ليس ممكن طبعا يعني. وأيضا يقول فالعلم لا يعترف بالمستحيل، العلم لا يعترف بالمستحيل، والمرض الميؤوس منه اليوم قد يصبح علاجه سهلا في الغد. اليوم المرض الميؤوس منه اليوم قد يصبح علاجه سهلا في الغد. نعم هذا ممكن، يقولون هكذا. هناك الأسئلة عن هذا النص، نقرأ ونحاول أن نجيب. ما رأي الأديان في قتل الرحيم؟ قتل الرحيم hakkında ötenazi hakkında dinlerin görüşü nedir؟ ما رأيه؟ طبعا الأديان لا تسمح بذلك أبدا، لا تسمح بتفكير ذلك أبدا يعني. الأديان السماوية والأديان البشرية لا تسمح بذلك أبدا. ما الدول التي سمحت بالقتل الرحيم؟ قتل الرحيم أوتنازيا إذن veren devletler nerelerdir؟ طبعا هناك دول، بلدان الوحيدة التي سمحت بقتل الرحيم هي هولندا، بلجيكا، ولاية أريزون، وولاية واشنطن، وسويسرا، هكذا بعض الدول الأوروبية والأمريكية تسمح بذلك، ليست أمريكية، بعض الولايات في الأمريكية. لخص آراء الناس في القتل الرحيم، لخص يعني özetle diyor، ملخص özetle diyor insanların görüşlerini في قتل الرحيم، ötenazi hakkında insanların görüşlerini özetle. قتل الرحيم يعني merhametle öldürme، merhametten dolayı acıdığı için öldürme gibi bir anlamı ifade etmeye çalışıyor. Taban هناك فريقين الناس انقسموا إلى قسمين في هذا الموضوع. القسم الأول يؤيدون هذا القانون، يؤيدون هذا القانون ويقولون هذا قانون إنساني، والفريق الثاني هم يعارضون هذا القانون بالشدة ويقولون إن الطبيب الذي، ويعتبرون يعني أن الطبيب الذي يفعل بذلك، يقوم بذلك، إنسان غير أخلاقي. لماذا؟ لأن مهمة الطبيب يعني هو إعطاء الدواء وتخفيف الألم المريض، ليس قتله يعني، يقولون هكذا. ما رأيك في قتل الرحيم hakkında senin görüşün nedir؟ تحدث عن ذلك. واجب لكم طبعا هذه الأسئلة، bu soruların cevaplarını yazıyorsunuz sizler. ثم اكتب صحيحا أمام العبارة الصحيح وخطأ أمام العبارة الخطأ. دور عبارة لأنه صحيح يانلش عبارة لأنه خطأ يازنغز. بقال مثارت عاصفة من النقد والتساؤلات عندما صدر قانون القتل الرحيم في بلجيكا دا ötenazi kanunu yayınlandığında eleştiri ve sorulardan bir fırtına koptu. هذا صحيح؟ نعم صحيح، هذا صحيح. Belçika'da mı çıkmıştı? Hollanda'da çıkmıştı o zaman. Hata diyelim buna. Bakalım doğru mu oldu? Evet. Bu Belçika'da değil, Hollanda'da çıktı herhalde. Orada bir yanlışlık varmış. Diğerlerde sizin için vacibun lekum, diğerlerini yapıyorsunuz. Sonraki dersimizde narakum inşallah. Ma'as selame.